دكتور الجيوب الأنفية، يعني عرف الناس كده يعني ايه جيوب أنفية؟ تمام. بمنتهى البساطة، الجيوب الأنفية دي عبارة عن تجاويف هوائية موجودة في منطقة الجمجمة، وظيفتها بمنتهى البساطة تساعد على تهوية وتساعد على تخفيف وزن الرأس. تاني حاجة بتشتغل كأنها يعتبر كفلتر طبيعي أو مكيف طبيعي، يساعد على إن الهواء اللي أنا بستنشقه من الأنف وداخل الصدر يدخل في صورة رطبة ودافي، ما يأثرش، ما يبقاش فيه نسبة برودة. في نفس الوقت لو في أي مشاكل أو في أي ميكروب أو في أي أتربة أو حاجة، بيساعد إنه يساعد يخلصها منها. يعني ليها أكتر من لها وظيفة. وظائف كتير طبعا الجيوب الأنفية ومنطقة الأنف، وده طبعا كل ده بسبب طبعا طبيعة الغشاء المخاطي المبطل للأنف والجيوب الأنفية، بيبقى وظيفته الأساسية إنه يساعد على تنظيف الهواء اللي داخل معانا، وفي نفس الوقت يساعد على تحسين النفس للمريض، وطبعا له دور كبير برضك في الايه في النفس وطريقه الكلام بتاعنا. لاني انا بلاحظ اكتر في اي مريض عنده اي دور برد او التهاب، بلاقي زي بيقول اقدر اقول عليه زي الشخص بيبقى في نسبه خنفان او صعوبه في النفس بسبب كتمه الانف للاسباب صحيح، الكتيره اللي ممكن تحصل معانا. احنا لسه هنتكلم على كتمة تمام. الأنف دي، لأنها مشكلة الحقيقة بجد حقيقي بيعاني منها ناس كتير جدا، وبيترتب عليها زي ما أنا قلت مشاكل تانية، زي إنه الشخص ما بينامش طبعا نوم جيد، إن هو بينام نوم متقطع، إن هو بيصدر صوت أثناء النوم، فبالتالي بيزعج نفسه، يعني بيقوم مخضوض من الصوت ده، يا إما الشريك اللي جنبه بيبقى منزعج جدا من الصوت. الحقيقة مشكلة كبيرة حقيقي يعني. بس خلينا نعرف يا دكتور على او نتعرف على ابرز الاعراض اللي ممكن الشخص اللي بيعاني من الجيوب الانفيه تبقى دايما مصاحباه. تمام. احنا بالنسبه لنا الجيوب الانفيه دي زي ما قلنا من ضمن اهم وظائفها انها بتساعد على النفس، بتساعد على فلتره الهواء اللي داخل الصدر. احيانا مع بعض الالتهابات بتنقسم لشقين كبار، اما التهاب بيبقى التهاب بنسموه انفكشوس او التهاب نتيجه اصابه بفيروس او ميكروب، وده طبعا بيؤدي لتضخم في الاغشيه المخاطيه للانف وتجاويف الانف نفسها، بيحصل فيها انسداد مع قرنيات الانف او غضاريف الانف يحصل معها تضخم. احيانا مع الحالات المتطوره بيبدا يتكون لحميات في الانف، فكل ده بيزود الكتمه معانا. في اسباب تانية معانا بالاضافه للاسباب الانفكشوس والحساسيه، في التعرض للاتربه، في بعض الادويه بتساعد على انسداد الانف. طبعا في الفتره الاخيره ظهر معانا طبعا التهاب الفيروس اللي هو فيروس كورونا في اخر سنه ونص، من ضمن الحاجات اللي بتزود المشاكل معانا. فيفضل على قد ما اقدر كل ما بحاول اقدر اعالج الموضوع بدري، واهم حاجه في العلاج بسميه العلاج الوقائي. بمعنى ايه؟ انا اقدر الاحظ اشوف اساس المشكله بتاعتي فين واحاول اعالجها، ما اعالجش الاعراض بس، يعني كل ما اقدر اوصل مع الطبيب الاستشاري المختص اني اقدر اشوف السبب بتاعنا ايه واعالجه كويس، عاده الامور بتبقى احسن وما توصلش لالتهابات مزمنه بس معانا. احنا كده اتكلمنا على التهابات الجيوب الانفيه، مظبوط؟ تمام. ولكن انا سؤالي خاص بانه اكيد الشخص مريض الجيوب الانفيه ده بيعاني من اعراض، الاعراض دي هي بتبقى تمام. يعني موتره جدا بالنسبه له، وممكن تخليه يعني مثلا يصاحبه صداع. يعني تمام. نعرف دايما ان مريض الجيوب الانفيه هو شخص بيعاني من نوبات من الصداع المبرح يعني. تمام. بالنسبه لاكثر الاعراض اللي مشهوره معانا في مرضى الجيوب الانفيه، بيبقى في انسداد كامل للانف، بيبقى في صداع او الام في منطقه الوجه الاماميه، وده اكتر الصداع ده اكتر ما يميزه في التهاب الجيوب الانفيه، ان هو بيزيد لما وضعيه الراس تبقى لقدام او في وضعيه السجود، اكتر الصداع بيزيد في المنطقه الاماميه بتاعه الجيوب الانفيه حوالين العين بالذات، عشان تجويف الجيوب الانفيه في جزء منها، جيب انفي فوق العين، جيب انفي تحت العين، جيب انفي بين العين، فكل ده بيحصل مع الالتهاب والانسداد، بيبدا يكون الصداع الشديد معانا. مع مرضى الحساسيه بيزيد معاهم بردك الاحساس العطس والاكلان والسيلان للانف. مع المرضى لما يبقى فيه التهاب ميكروبي بيبدا يلاحظ ان في مخاط او افرازات غالبا بتقلب بلون اما اصفر او اخضر حسب نوع الميكروب، واحيانا بعض المرضى بيشتكوا من زي افرازات في مؤخره الانف نتيجه الانسداد من الامام، فالافراز يبدا يتكون على الزور يزود الكحه معانا. وطبعا في حاله عدم اخذ العلاج بشكل مبكر المريض ممكن يقلب بالتهاب رئوي او مشاكل في منطقه القصبه الهوائيه والحنجره. طيب يمكن الافرازات دي من اكتر الحاجات او الشكوى اللي بتضايق جدا مريض الجيوب الانفيه. هل الافرازات دي يا دكتور بتكون بصوره مستمره بشكل مستمر، ولا هي برضو بتجيله يعني او بتصاحبه مع بدايه النوبه؟
بالنسبه للافرازات بتاع الجيوب الانفيه دي اقدر اقسمها شقين كبار، في شق افرازات ناتجه حساسيه، ودي غالبا بتتواجد في فترات طويله مع تغيرات الجو، فترات الحساسيه اللي هي بتيجي فترات موسم الربيع، فتره الرياح والاتربه، الفتره اللي احنا فيها. فدايما بفضل او بينصح كل مرضى الحساسيه او من له تاريخ مرض بالحساسيه يحاول يتجنب النزول، طبعا زي برضك ما تعليمات وزاره الصحه وبتنشر لنا دايما ان في اي فترات يبقى في تعرض هواء او اتربه بحاول اتجنب، ولو اضطريت للنزول يفضل اقلل فتره تواجدي في الشارع مع الكمامه عنصر اساسي يبقى مستمر عليه. في التقلبات الجويه ما يستحسنش قوي او ما يفضلش ان مريض الجيوب الانفيه ينزل. اه بالظبط. طيب دكتور، بما ان حياتك فتحت سيره الكمامه ففرصه ان انا اسال حضرتك، هما بيقولوا انه الكمامه دي يعني يمكن حاجه احنا جديده احنا بنستعملها وبدانا نستخدمها بعد ظهور فيروس كورونا، ولكن الناس اللي عندها جيوب انفيه دايما كانت بتقول احنا عندنا علاقه ما بيننا وما بين الكمامه من فتره طويله جدا، يعني قبل ظهور الكورونا احنا دايما في الفترات اللي فيها تقلبات جويه او اتربه زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي كنا بنستخدم الكمامه بشكل عادي. ده حقيقي؟ تمام حقيقة. هل هي بتحميهم فعلا؟ الكمامة لها دور مهم جدا في الوقاية، بتساعد على فلترة الهواء، الجزء الخارجي بدل ما يبدأ يدخل بكميات كبيرة بتساعد تفلتر، بتخلي كمية الأتربة اللي داخلة يبقى معدلها قليل قوي. احنا بطبيعة شغلنا كجراحين بيبقى متعودين على الماسكات والكمامات من فترات طويلة في العمليات طبيعي. هو احيانا بعض الناس او المرضى الفترة الاخيرة طبعا اللي هو بقى فيه زي شبه الزام لارتداء الكمامة نتيجة طبعا عدم تعوده على ارتداء الكمامة طبعا، فبيحس احيانا بعض الناس بانزعاج، بس عادة مع الالتزام والانتظام فترة بفترة بيبدأ يحصل زي تكيف او تأقلم عليها، وفعلا بتساعد بنسبة كبيرة بتحسن وتقلل من مشاكل الجيوب الانفيه والالتهابات المتكرره. يعني حضرتك قبل قصه الكورونا كان ممكن تنصح المرضى اللي بيجوا لحضرتك اللي عندهم مشاكل في الجيوب الانفيه انا بنصحك في الاوقات اللي فيها اتربه البس كمامه؟ اه طبعا اساسي. اساسي طبعا. بتحسن يعني؟ اه لا طبعا بتقلل من فرص الالتهاب، وفي نفس الوقت لو انا بتكلم ان انا الالتهاب هيستمر معايا فتره طويله، لا مع ارتداء الكمامه والعلاج المناسب للحاله بيقلل. لا بيخلي التحسن للمريض بيبقى فتره اقل أسرع. وفي نفس الوقت اللايف ستايل او طبيعه المريض انه معدل نومه يبقى احسن. في نفس الوقت ما انساش ان مع تحسن الحاله العامه للمريض والتهاب الجيوب الانفيه يبدا يتحسن، ده بيخلي معدل واداء الشخص في العمل او في الشغل بتاعه بيبقى افضل، بيعرف ينام صحيح. كويس، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. اصل احنا بننصح الناس في الفترات اللي بيبقى فيها اتربه ما تخرجوش، بس ده مش حل عملي، لانه في ناس هتتابعنا دلوقتي وهتقول يعني ايه ما اخرجش؟ طب ما انا لازم اروح شغلي، يعني معقوله في الفترات دي همتنع تماما عن شغلي او اداء وممارسه حياتي بشكل طبيعي؟ فيمكن الكمامه توفر لهم حل بديل هو يكون يعني اكثر عمليه زي ما بيقولوا. تمام حقيقي. طيب دكتور، احنا اتكلمنا عن الصداع كعرض من الاعراض، وقلنا ان الصداع بيجي خاصة مع وضعيات معينة زي مثلا السجود، ولكن في ناس بتعاني من الجيوب الانفية تقول لك ايه، انا اول ما بقوم من النوم ببقى حاسس بصداع شديد جدا، يبتدي يروح او يخف مع اول ساعة ساعتين من الصحيان من النوم، ده برضو بيكون صداع مرتبط بالجيوب الانفية نظرا لانه مثلا ما عرفش يتنفس بشكل جيد طول الليل؟ تمام. هي الفكره بس لما ارجع لوظيفه الجيوب الانفيه، الجيوب الانفي ده عباره عن تجويف كبير بيفتح في الاخر بفتحات صغيره في الانف، فده بيخلي الافرازات الطبيعيه تنزل معانا. مع مرضى الجيوب الانفيه بالذات والطفل والشخص نايم سواء طفل او كبير بيبدا يحصل استجنيشن او تجمع للافرازات والمخاط بتاعنا يجمع في الجيوب الانفي. ففي وضعية النوم عادة الجيب الأنفي ما يقدرش يفرز كويس، فبيبدأ يحصل استجنيشن أو تجمع للإفراز فيزود الصداع. مجرد ما الشخص يبدأ يصحى مع الاستنشاء وتنظيف الأنف العادي اللي احنا دايما الواحد بينصح بيه على الأقل 4-5 مرات استنشاء وتنظيف الأنف كويس، ده بيساعد الإفراز اللي هو مال التجويف الجيب الأنفي ده يقلب ويبدأ ينزل، وفي نفس الوقت يدخل مكانه الهواء اللي هو الطبيعي. يعني انا اقدر اشبهها بمنتهى البساطه زي المثال بسيط خالص للمشاهدين عشان يقدروا يتابعونا كويس، انا لو جبت بالونه دلوقتي مليانه هواء بتؤدي وظيفتها اللي هي تقدر تطير وما فيش اي مشاكل خالص، لو نفس البالونه مليتها بس بدل الهواء مليته اي سائل ميه او اي سائل تاني
طبيعي مش هتقدر تتحرك، هيبقى هتبقى هتقدر هتنزل مش هتقدر تطير، فالوظيفه بتاعتها بتقل على الرغم من انها تبقى تقيله. تقيله مع ان نفس الشكل موجود معانا، نفس المساحه موجوده معانا، اللي هي نفس البالونه منفوخه بنفس الحجم اللي هو الجيب الانفي هو هو، بس لما بستبدل حاجه بحاجه لا بتبدا الوظيفه تتغير بنسبه كبيره. طيب في ناس شكوتها ما تبقاش خاصه بالشعور او الاحساس بالصداع، ولكن تقول لك ايه، حاسس كده ان عظم وشي بيوجعني، حاسس ان عظم الجبهه بيوجعني، دي حاجه ليها علاقه كمان بالاصابه بالجيوب الانفيه؟ التهابات الجيوب الانفيه معروفه ان هي بتصيب احيانا جيب انفي واحد او كذا جيب انفي. احنا الجيوب الانفيه زي ما قلنا في جيب انفي اللي هو فوق العين، في جيب انفي جنب العين، في جيب انفي اللي هو الوجني اللي هو تحت العين. فحسب نوع الالتهاب موجود فين بيبدا تحت العين الالم. فين يا دكتور؟ اللي هو الوجني، اللي هو الوجني اللي هو المنطقه دي بالظبط، ده بيبقى اكثر فيها التهاب الجيوب الانفي. هي دي بالظبط المنطقه بالزبط اللي بيبقى فيها الاحساس بالالم بالظبط. فهو حسب الالتهاب باين فين، وده طبعا بيبان اكتر معانا بفحص المريض بالمنظار. في نفس الوقت بعض المرضى اللي ما بيستجيبش العلاج بحتاج اطلب له اشعه مقطعيه عشان اقدر اشوف. لسه هنتكلم عن العلاجات يا دكتور، لكن هي نشرح للناس بشكل مفصل اكتر الاعراض. يعني ده عرض من الاعراض، يعني طبعا اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وحس ان هو عظم وشه بيوجعه من المناطق اللي حياتك اشرت عليها دلوقتي، يبقى ده ممكن يكون مصاب بالجيوب الانفيه. ليه انا مركزه قوي نتكلم عن الاعراض؟ لانه الحقيقه كلنا بنشخص نفسنا، بمعنى ان كلنا بنقول احنا عندنا جيوب انفيه، مظبوط؟ تمام. يعني انا متخيله وحياتك تصحح لي ان كتير جدا من الناس في العياده بيجوا لحضرتك يقولوا لك انا اصلي مريض جيوب انفيه من زمان قوي، وممكن ما يكونش كده. هاي هاي هو الفكره ان احيانا كلمه انا عن مريض جيوب انفيه بتبقى احيانا تبقى كلمه دارجه عند اغلب الناس. صحيح. الموجودين في جزء كبير منها يبقى مظبوط، في جزء منها مش مظبوط، نتيجه يمكن طبيعه الجو، طبيعه الاتربه، طبيعه عدم الالتزام الاشخاص مثلا بالاجراءات الاحترازيه او الاجراءات الوقائيه، الكمامه، الحاجات دي كلها، يمكن طبيعه شغلي، واحد طبيعته في شغال في مصنع في مكان في اتربه، الاقامه بتاعته قريب من مكان في اتربه ومش محافظ، فطبيعي بيزود التهابات المزمنه في الجيوب الانفيه. ولكن ما يبقاش هو مريض جيوب انفيه. لا، ما اقدرش اقول مريض جيوب انفيه الا في حاجه واحده معينه. يعني انا اقدر الجيوب الانفيه في منها نوعين، في التهاب حاد في الجيوب الانفيه اللي هو المريض اللي هو بيشتكي من التهاب عنيف في خلال فتره اقل من 3 شهور، او الالتهاب مزمن مريض جيوب انفيه اللي هو لو الالتهاب انا بتكلم ان هو بيزيد اكثر من 4 مرات في خلال السنه، فساعتها اقدر اقول عليه ده اسمه مريض التهاب مزمن للجيوب الانفيه، يبقى معاها صديد. طبعا في علامات تانية بالاضافه للشكوى، ان انا بالفحص العادي بتاعي او فحص المنظار بلاقي في تضخم في الاغشيه المخاطيه، بحتاج بردك من ضمن الفحوصات او ان انا اطمن ان انا بعمل اشعه مقطعيه، الاشعه المقطعيه هتبيني الالتهاب بتاع الجيوب الانفيه، هتبين ان في تكاثر في الاغشيه المخاطيه في منطقه الانف والجيوب الانفيه، هلاقي افرازات وصديد مستمر معانا، هلاقي طبعا صداع اللي هو المشهور بتاع الجيوب الانفيه اللي هو صداع اكتر في المنطقه الاماميه بتاعه الوجه مع الام في منطقه الوجه. احيانا طبعا بنسبه 70% من مرضى الجيوب الانفيه لما بيجوا لنا في العيادات او في المستشفيات بيبقى اساسا بيشتكي من شويه الم في العين، وبيكشف عنده دكتور متخصص رمد بيقول له لا انت كعيون كويس، محتاج اكشف جيوب انفيه عشان بيبقى في جزء كبير التهاب جيوب انفيه هو اللي مسمع ومأثر معانا في العين، عشان احنا عارفين ان العين في ارتباط وثيق بالجيوب الانفيه، يعني اقدر اقول ان العين متحوطه بثلاث اتجاهات بالجيوب الانفيه، فاي التهاب في جيوب انفي سواء اللي فوق او اللي على الجنب او اللي تحت ده بيزود فرص الام العين عند المرضى، وطبعا ما يبقاش عارف مشكلته جيوب انفيه الا بعد ما يكشف عند دكتور عيون ويقول له لا انت كنظر كويس ما فيش اي مشاكل، فارجع لدكتور متخصص في مشاكل الجيوب الانفيه. طيب احنا يمكن اتكلمنا على بعض الاعراض، منها مثلا صداع او الاحساس بالالم في الوجنه او في الجبهه، ومنها الافرازات، ولكن هل في اعراض تانية بتصاحب الجيوب الانفيه؟ بالنسبه لنا طبعا في بعض الاعراض التانية الموجوده معانا زي انسداد في الانف، احيانا الانسداد ده بيبقى مستمر في ناحيه واحده، احيانا مع مريض الحساسيه الانسداد بيبقى بقدر عليه متقلب اللي هو بيحس مثلا فترة الناحية اليمين الانسداد فيها أكتر، بعد كده الناحية الشمال الانسداد أكتر، دي بتلاحظ أكتر مع المريض لما بيجي ينام، بمعنى لو أنا نمت دلوقتي على الجنب اليمين بتاعي نتيجة اللي هو فينس كونجيشن أو تجمع الدم في الجنب اليمين مطرح ما أنا نايم، فبلاقي الانسداد أكتر في الناحية اليمين، مجرد ما بعد نفسي وأنام على الجنب الشمال ألاقي الناحية اليمين تبدأ تسلك والناحية الشمال هي اللي تبدأ يحصل فيها انسداد، فدي من ضمن الحاجات المميزة لمشاكل الجيوب الأنفية المصاحبة معاها
حساسيه في الايه، في الانف. انه الانسداد يعني بيتناوب على الجنبين او الناحيتين. تمام. طيب دلوقتي يا دكتور، انا بتابع الحلقه دي وبدات من الاعراض اشك ان انا ممكن اكون مريض جيوب انفيه، فهبتدي بقى الجا للتشخيص، يعني ما انا عايزه اتشخص صح. طيب ايه الخطوات اللي المريض دلوقتي يقدر يعملها او الشخص العادي يقدر يعملها عشان يتاكد اذا كان هو فعلا مريض بيعاني من جيوب انفيه ومشاكل جيوب انفيه، ولا هو لا ممكن تكون حساسيه مثلا انفيه؟ هو للاسف يعني بعض المرضى اللي بيجي في العياده بيجي في مراحل متاخره، بيبقى اغلب المرضى بيبقى جاي ماشي على نقط انف سواء اوتروفين او اي مسمى تاني بيمشي عليها فترات طويله، على اساس هي طبيعتها بتساعد على تحسن مؤقت، بس ده للاسف ما بيبقاش علاج، ده للاسف بيخلي المشكله تزداد سوءا اكتر. فيفضل انا اذا في بدايه شكوى معايا ابدا الاحظ في انسداد في الانف او افراز او مثلا عطس او اكلان، لا الافضل ان انا ارجع للطبيب المختص يبدا يشخصني تشخيص مظبوط من الاول بالفحص العادي، اخد التاريخ المرضي بشكل مظبوط، اعمل فحص بالمنظار اشوف تجويف الجيوب الانفيه، في بعض الحالات البسيطه ممكن احتاج اشعه مقطعيه، كل دي حاجات بتساعد على اقدر اشخص بشكل مظبوط. بناء على التشخيص المظبوط ابدا احدد العلاج بتاعي. العلاج بتاعي عاده بمشي عليه عباره عن حاجات، ممكن بعض الحالات لو فيها التهاب وصديد اخد مضاد حيوي، لو ما فيش عباره عن تضخم في الاغشيه المخاطيه ببدا امشي على بخاخ للانف، بخاخ بيبقى فيه نسبه كورتيزون بسيط. احنا اتكلمنا في العلاج كده على طول يا ما انا بقى دايما يعني لا هنتكلم في العلاج بشكل تفصيلي، لان ده انا متهيألي النقطه الاهم في الحلقه واللي الناس اكيد مهتمه ان هي تعرفها. ولكن في التشخيص امتى اقدر بالكشف العادي الطبيعي على المريض من خلال ان انا باخد تاريخه المرضي وبكشف عليه كشف سريري اقول ان هو مريض جيوب انفيه، وامتى لا هصعد القصه شويه واقول انه لازم يتعمل له اشعه مقطعيه؟ عاده المريض اول ما بيجي لي ببدا باخد التاريخ المرضي بالكامل، اعرف اللي هو بدايه الهيستوري بتاعه، بدايه الانسداد بتاع الانف بقى له فتره قد ايه. لو انا بتكلم في انسداد حاجه مثلا بقى لها 5 ايام اسبوع، ده بيبقى التهاب خفيف بيتحسن بجرعه العلاج العادي. لو انا بتكلم في انسداد بقى له فتره طويله او التهاب مزمن، احيانا بعض الناس تيجي بالتهاب بقى لها سنين ماشية على نقط أنف وخلاص، ده بيبقى لأ محتاج فحوص أكتر، محتاج أخد بقية الأعراض اللي عنده معاه، هل بيحصل نوبات مثلا كتمة نفس، هل بيحصل صعوبة في النفس وهو نايم بالليل، هل بيحصل معانا إفرازات كتيرة، هل بيحصل التهابات متكررة في أحيان في الأذن الوسطى أو التهابات متكررة في منطقة الحنجرة والتهاب رئوي. كل دي حاجات بتقول لي أو بتوضح لي أنا شدة الالتهاب بتاعتي ماشية معايا إزاي. والأشعة المقطعية بقى لو أنا مثلا بتكلم إن أنا شكوى بقالها فترة طويلة أكتر مثلا من سنة، وبالفحص بالمنظار لقيت في تضخم في الأغشية المخاطية بتاع الجيوب الأنفية وصديد، والمريض عادة بيبقى خد علاج فترة طويلة قبل كده ومفيش استجابة، فساعتها بحتاج أعمل أشعة مقطعية. الأشعة المقطعية طبعا بقول للمريض إنها الهدف الأساسي إن أنا أطمن إن مفيش التهاب مزمن أو التهاب فطري بيبقى معاه حساسية في الأنف ما يستجيبش للعلاج العادي، لا ببدا اخد العلاج العادي واجربه امشي عليه من اسبوعين لثلاث اسابيع. طيب في حاله عدم الاستجابه للعلاج اللي هو المريض المزمن اللي هو بقاله فتره طويله، ساعتها ممكن ابدا ارشح له اقول لك لا انت ممكن تحتاج عمليه منظار جيوب انفيه، لان انا افتح تجاويف الانف اللي فيها انسداد ما استجبش للعلاج العادي مع المتابعه المستمره. واهم حاجه اشرح للمريض الاجراءات الوقائيه، بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو مريض عنده مشاكل في الجيوب الانفيه نتيجه مثلا تعرضه للاتربه والادخنه، او مريض نتيجه تعرضه لحاجات معينه بيشربها او بياكلها، ابدا اقول له إن دلوقتي ده السبب الاساسي بتاعك، لا ابدا احاول اتجنب اقول له لا ابعد عن الحاجات دي كلها، دي هتحسن لنا المشكله بتاعتك بنسبه 60%، بالاضافه للعلاج العادي بتاعنا اللي هو عباره عن اقراص اللي هي مضاده للهستامين، بالاضافه لجرعه مضاد حيوي فتره اسبوعين او 3 اسابيع، بالإضافة بخاخ الكورتيزون، ده عادة بيجيب نتيجة كويسة. نسبة قليلة من الحالات ما بيحصلش استجابة، أحتاج له عملية. نسبة أقل جدا من الحالات ممكن تحتاج إن أنا أعمل لها فحوصات حساسية عشان أقدر أوصل للسبب بتاعي إيه وأبدأ أخد حاجات تزود المناعة بتاعته. لأن ممكن الشخص المشكلة دي تكون ناتجة عن نوع معين من الحساسية اللي بتصاحبه، مثلا لما بياكل الأكل الفلاني أو لما بيشرب المشروب الفلاني أو لما بيشم ريحة معينة نفاذة جدا. مظبوط؟ طيب دكتور، في كلام حضرتك اتكلمت على الأثرات اللي
يعني بتساعد الشخص على انه يتنفس بشكل افضل. والحقيقة انا سمعت وحياتك تصحح لنا المعلومة، لانه للأسف في ناس كتير جدا من غير ما تروح لدكتور، من غير ما تشخص نفسها، هي بنفسها كده بتاخد القطرات دي لما بتبتدي تحس بنوبة من عدم الارتياح، او ان هي مش عارفة تاخد نفسها بشكل كويس، او مش عارفة تنام نظرا للاختناق اللي هي بتحس بيه اثناء النوم، فبالتالي بتستخدم القطرات دي. قالوا بقى في بعض الدكاترة قالوا ان القصة دي خطر جدا جدا جدا، وان الاستخدام الطويل اللي مش تحت اشراف طبي للقطرات دي ممكن يعمل بعد كده مشاكل ما يبقاش ليها حلول. حقيقة يا فندم، وفعلا زي ما قلت في اول الحلقة ان استخدام نقط الانف فترات طويلة بدون تشخيص طبي سليم ومن المختص الاستشاري او الطبيب انف واذن، ده بيؤدي لحاجة اسمها تضخم في الاغشية المخاطية للانف، وللأسف مع كتر استعمال النقط دي التضخم ده ما بيستجبش للأدوية العادية ولا البخاخات، ساعتها ممكن أحتاج تدخل جراحي. فيعني على قد ما بقدر، كل ما بحاول أشخص مظبوط، كل ما بحاول أخد كل علاجي تحت استشارة الطبيب، كل ما بيخلي فرصة المشاكل بتاعتي تقل والاستجابة تبقى أحسن وأفضل. يبقى وحتى لو الأشخاص اللي بيتابعونا دلوقتي كانوا ماشيين على القصة دي والقطرات دي بتريحهم، ولكن الراحة دي هتبقى هي يعني مجرد راحة وقتية، ولكن هترجع مرة تانية المشكلة بشكل أعنف أو أقوى. تمام، حقيقي. طيب دكتور، نبتدي نتكلم بقى على الأشخاص اللي مش هينفع معاهم العلاج الدوائي، مش هينفع معاهم استخدام البخاخات، وهيضطروا يلجأوا للحل الجراحي، وهو ده الحل الوحيد اللي ممكن يكون متاح يعني أمامهم عشان يحلوا مشكلة الجيوب الأنفية. إمتى بنلجأ له؟ دايما التهاب الجيوب الانفيه ده في منه كذا نوع بالنسبه لنا، في التهابات جيوب انفيه عاديه، في التهابات نتيجه حساسيه معها لحميات في الانف وتضخم في الاغشيه المخاطيه. ففي الحالات اللي زي كده دايما انا بقول للعيان ابدا الاول بعلاج كويس، حاول شوف السبب الاساسي بتاعك اللي زي ما احنا قلنا من شويه، اما حاجات بتتشم او حاجات بتتاكل او حاجات بتتشرب. ومن ضمن الحاجات المشهوره بالنسبه لنا احيانا بعض الاتربه الموجوده معانا، او حاجات زي عته الفرش اللي بيبقى موجود بالذات بالليل مع الفرش بتاعنا، حشره الفراش او حشره الفراش. فكل الحاجات دي كلها كل ما بحاول اعرف سببي واعالجه ده بيهدي الدنيا بنسبه كبيره معانا. في حاله طبعا ما حصلش استجابه للعلاج العادي والاجراءات الوقائيه، بعد عمل الفحص اللازم وعمل الاشعات اللازمه بيبدا اشخص الحاله واقيم. في حالات بتحتاج مثلا، لو انا بتكلم في التهاب صديدي في الجيوب الانفيه، بحتاج افتح تجاويف الجيوب الانفيه بمنظار اسمه منظار وظيفي، يفتح تجاويف الجيوب الانفيه من غير ما استأصل الاغشيه المخاطيه الزياده. وطبعا دي ثوره اتعملت بشغل المناظير بتاع الجيوب الانفيه في خلال اخر 30 سنه. في نفس الوقت لو في لحميات في الجيوب الانفيه ببدا اشيل اللحميات بتاع الجيوب الانفيه. لو في نسبه تضخم شديد في الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف وقرنيات الانف او غضاريف الانف، ببدا يفضل ان انا استاصل بس الجزء اللي فيه تضخم، ما اعملش استئصال كلي، لان ده الاستئصال الكلي مع الفتره الطويله بيبدا احيانا يعمل بعض المضاعفات. فلذلك كل ما اشخص الامور بشكل مظبوط بالفحوصات المتاحه معايا اللي هو زي التاريخ المرضي للمريض كويس، المنظار، الاشعه المقطعيه، كل ما بتبقى النتائج بتاع بعد العمليه بتبقى افضل معانا. طيب ليه كتير من الناس اللي عانت من الجيوب الانفيه لفترات طويله جدا من حياتهم وكانت يعني مؤرقاهم جدا، او مشكله يعني متسببه لهم في اعراض كتير متعبه، ما فضلوش قوي قصه اجراء الجراحه دي؟ يعني دايما كان عندهم تخوفات فيما يخص اجراء جراحه الجيوب الانفيه، ليه يا دكتور؟ هو عمليات الجيوب الأنفية للأسف في الفترة الأخيرة يعني دلوقتي في تطور كبير فيها باستخدام المناظير، بقى معانا آلات حديثة، بقى معانا سبل تشخيص أفضل وأدق اللي هو الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي مع الفحص بالمنظار، كل ده بيخلي النتائج بتاعتنا أحسن. في الفترة طبعا قبل، يعني لو أنا هتكلم قبل 30 سنة فاتت تقريبا، يعني أو قبل أوائل التسعينات، كانت المناظير بتاع الجيوب الأنفية لسه ما ظهرتش، فما كانش التشخيص مظبوط 100%. فاحيانا بعض التدخلات ما كانش بتجيب النتائج المرجوه، فبدا للاسف المرضى اللي خدوا علاجات في الفتره القديمه ما بقاش يحصل استجابه كبيره، فما بقاش يحس بتحسن. فطبعا بدا يحصل نوع من انواع ان
المرضى توصل لبعض ان عمليه الجيوب الانفيه ما بتحصلش منها تحسن، لا بالعكس دلوقتي مع التشخيص المظبوط والمناظير الموجوده معانا، لا بالعكس بيبقى الاستجابه لنسبه كبيره من الامراض للامراض او المرضى بيحصل تحسن كبير معاهم. طيب كويس ان احنا نتكلم في الحلقه دي عن النقطه دي تحديدا، لانها حقيقي انا سمعتها اكتر من مره، لا مش هعمل عمليه جيوب انفيه، انا كده كويس، خليني ماشي بالبخاخه، خليني ماشي بادويتي، خليني اقدر الحاجه اللي في ايديا اعملها زي ان انا اتجنب الخروج في الاتربه، ان انا ما اتعرضش لحاجات ممكن تسبب لي حساسيه، ولكن انا مش هعمل عمليه جيوب الانفيه. ولكن حياتك بتقول لا، في تطور كبير جدا يخص الجراحه باستخدام المناظير، فبالتالي بقت النتائج افضل بكتير. تمام حقيقي. طيب ننقل بقى على الحساسية الأنفية يا دكتور. طيب. لأنها متهيألي نقطة هتهم ناس كتير جدا ومصاب بيها ناس كتير جدا، ومتهيألي الأطفال كمان يعني بيعانوا من مشكلة الحساسية الأنفية دي لسنين طويلة من عمرهم. تمام. الحساسية بتاعت الأنف بمنتهى البساطة عبارة عن إن أنا بتعرض لحاجة معينة خارجية بتؤدي لهيجان الأغشية المخاطية بتاعت الأنف. اغلب المرضى بيبقوا متوقعين او متخيلين ان الحساسيه دي بيبقى نتيجه مشكله في الانف نفسها، لا هي الحساسيه دي عباره عن تفاعل الجسم، جهاز مناعي مضاد للحاجات اللي بتتعرض للجسم، بيبقى عباره عن اجسام مضاده بتمشي في الدم كله، بتبدا تظهر الاعراض بتاعتنا الحساسيه في اربع مناطق مشهوره اللي بيحصل معاهم الحساسيه. الجزء الاكبر اللي يخصنا طبعا اللي هو حساسيه الانف، في كمان جزء اللي هو حساسيه في الصدر او الرب، في كمان حساسيه العين وحساسيه الجلد، دول اكتر اربع اماكن مشهوره بيحصل معاهم الحساسيه. من ضمن الاسباب الحساسيه طبعا في الاطفال الروائح والاتربه، الشوكولاتات الكتير احيانا، بعض الحاجات اللي فيها مواد حافظه، كل دي حاجات بتزود حدوث الايه الحساسيه مع الاطفال، وطبعا في بعض الامراض الوراثيه اللي بتساعد تزود المشاكل بتاعتها. الامراض الوراثيه ممكن يعني دايما بنلاقي الاب او الام اللي عندهم حساسيه انفيه الطفل كمان طالع وارث المشكله دي. حقيقي بيبقى الجزء الوراثي ده بيبقى نتيجه بعض الجينات اللي ممكن يبقى فيها لخبطه فيها بتساعد في الموضوع الحساسيه. كمان يمكن جزء تاني ان بعض الاسر مشهور فيها الحساسيه نتيجه تعرضهم لنفس البيئه المحيطه، يعني لو انا في طبيعي في مكان متواجد في اتربه الاسره فيها الحساسيه، في نفس الوقت الاولاد والاطفال اكيد هيبداوا يتعرضوا لنفس المسببات الحساسيه اللي بتزود معانا الحساسيه. يعني افهم من كلام حضرتك ان ممكن شخص ما يكونش عنده حساسيه انفيه، او ممكن يعيش طول عمره من غير الاصابه بالحساسيه الانفيه، ولكن العوامل البيئيه المحيطه هي اللي ادت لظهور المشكله دي بشكل يعني كبير او سريع. احنا يعني اسباب الحساسيه بالنسبه لنا كتيره، من ضمنها العوامل الوراثيه، من ضمنها التعرض المزمن او فترات طويله للمسببات الحساسيه، من ضمنها البيئه المحيطه بتاعتنا، ففي حاجات بنسموها البريسيبيتيتنج فاكتور هي اللي بتزود حدوث الحساسيه. في اسباب خارجيه، في اسباب داخليه، يعني ممكن جوه الجسم نفسه يبقى عنده استعداد للقصه دي كلها. يعني انا ممكن يكون عندي جين الوراثي، ولكن اتفادى ظهور الحساسيه بان انا اتفادى المسببات المحيطه، بمعنى ان انا معيش مثلا في جو مترب، لو شخص اخر عاش في جو مترب وعنده الجين ده هيظهر عنده يعني الحساسيه. انا دايما بمثلها بمثال بسيط خالص، مريض الحساسيه بقول له الحساسيه دي حاجه موجوده جواك نتيجه مرور الاجسام المضاده في الدم، زي فكره مريض الضغط والسكر، هي وهيفضل موجود معايا، محتاج عشان احافظ محتاج حاجتين اتنين، اول حاجه الجزء الوقائي، ان انا لو مريض ضغط او سكر بحاول اتجنب الاكلات اللي بتزود ترفع الضغط او السكر، في نفس الوقت باخد العلاج بتاعي بانتظام على طول مدى الحياه ما بوقفوش. نفس الفكره مريض الحساسيه محتاج حاجتين اساسيين، الجزء الوقائي ان انا بحاول اتجنب لو حاجه قدرت الاحظها، في حاجات طبعا بقدر الاحظها بتجنبها، لو ما قدرتش خلاص على قد ما اقدر ببدا مع فترات مواسم، يعني مثلا الفتره اللي احنا فيها دي مع دخول الاتربه والرياح والكلام ده كله، الاسبوع اللي فات كان في النشرات الجويه نصحت بان في موجه تغيرات جويه كبيره، فيفضل ان انا لو انا عندي تاريخ مرض الحساسيه ما ابداش اتعرض للحاجات دي كلها، فكل ده بيساعد يهدي الاعراض معانا. وعلى فكره فعلا بنلاقي ان مريض الحساسيه الانفيه بيبقى مهتم جدا يتابع نشره الاخبار او يعرف
يعني من السوشيال ميديا ما يخص بكره هيبقى الجو عامل ازاي، في تراب ولا لا، ننزل ولا بلاش احسن بدل ما تجيلي النوبه. يعني دايما بيبقى متابع القصه دي بشكل يعني اكبر من الناس اللي حواليه فعلا. هاي. طيب دكتور، هل الحساسيه الانفيه بتيجي على صوره نوبات؟ بمعنى انه مريض الحساسيه مش هيفضل طول عمره يعني هو بيشتكي من الاعراض اللي مضايقاه، ولكن هي الاعراض هتظهر جدا او هتبان وتوضح جدا مع النوبه. يعني انا بالنسبه لي الحساسيه، يعني عشان برضك في نوعين كبار من الحساسيه، في حساسيه بنسموها بيرينيال اللي هي حساسيه بتبقى موجوده اغلب السنه مع المريض، في حساسيه سيزونال بتيجي فترات موسمية. موسميه، فترات اللي هي التغيرات الجويه، في يعني بنلاحظه في من خلال المتابعه للحالات، في احيانا مرضى كتير بيشتكي ان اغلب مشاكله في الحساسيه بتيجي مع دخول فتره الشتاء والربيع، في بعض الناس بتيجي فترات الصيف والجو الحر الجامد، في ناس بتيجي مع التعرض لحاجات معينة، فهي بصراحة بتفرق من شخص للتاني، مش كل الأشخاص نفس المشكلة، بس بشكل عام كل ما بقدر أحل المشكلة بتاعتي كل ما الأمور بتبقى أحسن، مع الالتزام والانتظام بالتعليمات عادة بيبقى التحسن بنسبة كبيرة لأغلب المرضى إن شاء الله. يعني طيب دكتور، احنا ما اتكلمناش على الاعراض، ايه الاعراض المصاحبه لحساسيه الانف؟ اكتر اعراض موجوده لحساسيه الانف عشان اقدر اشخصها، التاريخ المرضي، ان هو عاده الاعراض بتتكرر عليه في فترات معينه، عاده بياخد علاج يبدا يهدي الدنيا معاه. اكتر اعراض موجود معانا هو انسداد في الانف، عاده الانسداد ده بينتقل من ناحيه للتانيه، في عطس باستمرار، عاده يقول لك المريض انا بتجيلي نوبه عطس اكتر من 10 او 15 مره متكرره، بيبقى في احيانا بعض الناس بيبقى في اكلان او حكه في الانف موجوده معانا، في بعض الافرازات او المخاط اللي بينزل معانا، عاده بيبقى الافراز شفاف نتيجه الحساسيه وهيجان في الاغشيه المخاطيه، في بعض الناس بيبقى معاهم افرازات في مؤخره الانف موجوده، بيبقى معاها كحه مستمره. مع طبعا ولكن يعني ممكن مع شخص واحد تجيله كل الاعراض دي مع بعض، ولا ممكن يبقى عنده عرض عرضين بس من الاعراض اللي احنا قلناها كلها؟ طبعا دي اغلب الاعراض الموجوده مع اغلب المرضى، في لا طبعا بعض الحالات بيبقى الاعراض بتاعتها عرض او اتنين، في الناس بيبقى كذا عرض موجودين مع بعض، في حالات طبعا يبقى جاي بحساسيه بس في الانف، في حالات بتبقى جايه مع حساسيه وربو في الانف، ودي طبعا بتبقى من اصعب الحالات في العلاج بتاعتنا، اللي لان بيعاني من الربو والحساسيه ربو في نفس وحساسيه الوقت. انف. تمام، لان التعامل هنا معاه علاجين يعني بيكون اصعب. يعني هي الفكره ان سبب، يعني ابدا اقول من الاول طب ايه سبب الحساسيه بتاعه الانف وبيجي معاها ربو في الصدر، زي ما احنا قلنا ان الاغشيه المخاطيه المبطنه للانف والجيوب الانفيه هي نفسها الاغشيه المخاطيه المبطنه للشعب الهوائيه والرئتين، فكل ده بيؤدي لحدوث الحساسيه معانا. عاده الحساسيه بتبدا في منطقه الانف، الاقي 70% من المرضى بتوع حساسيه الانف في حاله عدم الانتظام على العلاج بتقلب معاهم بحساسيه في الصدر او الربو، وفي نفس الوقت برضك لو يعني اقدر اقول ان حوالي 80% من مرضى الرب في حاله عدم الانتظام على العلاج الحساسيه بتزيد معاهم، بيبقى معاها حساسيه في الانف. طيب دكتور، مريض الحساسيه الانفيه ده يعني مريض عنده شويه مشاكل خلال السنتين اللي فاتت دول، بمعنى ان هو مع ادوار الكورونا ومع انتشار الكورونا هو ما بقاش عارف اللي عنده ده هو نوبة من نوبات الحساسية، ولا ده دور كورونا داخل عليه فهو مش عارف يفرق، مش عارف يميز. ولكن هل نقدر النهاردة نديله كده مجموعة من العلامات اللي يقدر بيها ينتبه ويركز ويعرف ده دور حساسية ولا هو كورونا؟ تمام، في الحقيقة يعني مرض كورونا ده مرض جديد علينا كلنا، بقاله حوالي سنة ونص موجود معانا. المرض كورونا ده يعني او التهاب فيروس الكوفيد بيفاجئنا كل شويه، كل حوالي 6 شهور بتيجي موجه جديده باعراض مختلفه، بس وتحورات مختلفه نتيجه التحورات بتبقى اعراض مختلفه. اكتر حاجه بقدر اميزها بالنسبه لي في التخصص كانف واذن وحنجره، مريض الكورونا اكتر حاجه بتيجي معاه بيبقى الم شديد او صداع شديد ماسك منطقه الراس بحالها، بيبقى معاها طبعا تكسير في الجسم والام في الجسم، بيبقى معاها في سخونه شديده، بيبقى معاها في كحة جديدة، وعادة الكحة بتبقى كحة زي ما بيقولوا كحة ناشفة من غير بلغم موجود معانا، في نفس الوقت بيبقى معانا من الحاجات المشهورة اللي هو فقدان تام لحاسة الشم، ودي أكتر حاجة بقدر أميز بيها يعني أو أشخص بيها مريض كورونا، اللي هو يبقى عادة المريض ده جاي بكل شكوته فقدان مفاجئ لحاسة الشم ومعها طبعا حاسة التذوق، لأن هما الاتنين فسيولوجيا مرتبطين ببعض،
فمع فقدان حاسه الشم والتذوق احيانا يكون ده العرض الوحيد للمريض، بقدر اقول ان ده بنسبه كبيره ده التهاب فيروسي كورونا. بس بحب اطمن المرضى اللي هو بيبقى جاي بفقدان حاسه الشم فقط، اقدر اقول له ان ده دليل إن الحمد لله كالتهاب فيروسي بيبقى جرعه بسيطه، كمناعتك انت كشخص المناعه بتاعتك كويسه، فعاده بنسموه سيلف ليميتد، عاده في خلال من 5 لـ7 ايام يعني. بيبدا يتحسن ان شاء الله. في نفس الوقت ان انا بتكلم يعني طبقا للتقارير العالميه ومنظمه الصحه العالميه ان يعني اكثر من 90 او 95% من مرضى كورونا عاده بيحصل تحسن مع بعض التعليمات البسيطه، بيبدا يتحسن ما يحتاجش ولا دخول مستشفى ولا اي حاجات تعمله ازعاج في حياته بشكل عام يعني. طيب يمكن الحاجات الوحيده اللي هيقدر يفرق بيها هو احساسه بتكسير او الم في الجسم وفقده لحاسه الشم والتذوق، مظبوط؟ تمام. طيب سؤالي بقى هنا يا دكتور، هل الشخص مريض حساسيه الانف ما بيبقاش عنده يعني فقد حاسه الشم؟ يعني انا متهيألي يعني بكل المشاكل دي هل هيبقى محتفظ بحاسه الشم زي ما هي بنفس الكفاءه؟ والله يعني طبعا ده سؤال مهم جدا يعني، وفعلا بيواجه احيانا مرضى كتير بعض المشاكل في النقطه دي. يعني انا اقدر اقول بمنتهى البساطه عشان اقدر اميز بين مريض الكورونا ومريض حساسيه الانف، عاده فقدان حاسه الشم في مريض كورونا بيبقى فقدان حاد ومفاجئ مره واحده، يعني اللي هو كاني بالظبط سويتش اوف، يعني مريض بيشم في لحظه ما بقاش يشم خالص، دي اكتر حاجه تميزها. مريض حساسيه الانف والتهابات الجيوب الانفيه طبعا لا، ممكن يبقى عنده حاسه الشم تتاثر، بس عاده ما يبقاش فقدان تام، عاده بيبقى اقدر اقول ضعف في حاسه الشم، اللي هو بيقدر يشم بعض الروائح ما يقدرش يشم بعض الروائح، بتبقى حاجات مؤقته مع العلاج بتاعنا بتتحسن، بالاضافه طبعا اللي هو التاريخ المرضي بتاعه ان هو عاده بيبقى بقاله فتره طويله بيتجيله الموضوع ده اللي بنسموه اون اند اوف، اللي هو فقدان حاسه الشم بسيط مع اخذ العلاج والتعليمات بيبدا يتحسن وتبدا يعني ترجع معاه تاني. طيب دكتور، هل ان انا يبقى عندي حساسيه انفيه دي هل راجع لان انا عندي مشكله اصلا مناعيه؟ يعني هل اضطراب المناعة ممكن يعمل حساسية الأنف مرتبط أو ليه أي علاقة أو ارتباط ببعض؟ هو طبعا حساسية الأنف يعني احنا بنسموها تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي أو النوع الأول من حساسية الأنف، ده عبارة عن المسبب الخارجي أيا ما يكون اللي بيبدأ يجي في الجسم بتاعي، بتبدأ يدخل الجسم الحبيبات بتاعته بتبدأ تمتص في الدم، يبدأ الدم يتعرف عليه، يبدأ بعض الخلايا المسؤولة عن الحساسية من بعض كرات الدم البيضاء تبدأ تتفاعل معاه، فتبدأ تكون أجسام مضادة. مع بداية التعرض مرة تانية لنفس المسبب أو المثير للحساسية بيبدأ الجسم يتفاعل معاه كنوع من الوقاية، إن أنا الحاجة دي مش محتاجها، فيبدأ الأغشية المخاطية تفرز معدل زيادة عشان تعمل بلوك وتخلي الإفرازات أو تخلي المسببات ما تدخلش بنسبة أكبر. طيب دكتور، ايه علاقة الربو بمريض حساسية الأنف أو بحساسية الأنف؟ عايزك ربطت الربط ده ولكن احنا ما فهمناش ليه. طيب هو القصة بمنتهى البساطة إن مريض الربو ده عبارة عن حساسية بردك في الصدر زي مريض حساسية الأنف. احنا وظيفيا حساسية الأنف عبارة عن تضخم في الأغشية المخاطية بتاعت الأنف والجيوب الأنفية. نفس الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية في النظام التشريحي بتاعنا هي نفسها اللي موجودة في منطقة الرئتين وفي الشعب الهوائية. فعادة نفس المسبب اللي ممكن يأثر يعمل حساسية في الأنف هو نفسه بيعمل حساسية في منطقة الربو، وعادة في صلة وثيقة من زمان قوي يعني مشهورة إن أبحاث كتيرة اتكتبت على علاقة حساسية الأنف وحساسية الصدر، فليه في ارتباط وثيق بين الحاجتين موجودين معانا، وبحتاج تدخل وعلاج باستمرار وانتظام ومتابعه مع استشاري الصدر مع استشاري الانف والاذن عشان اقدر احل المشكله. دكتور، بعد مرور سنتين على يعني معاناه العالم كله مع كورونا، متهيألي بقينا عارفين انه مع الاصابه بكورونا عدد كبير من الناس بتفقد حاسه الشم والتذوق، ولكن يا دكتور ليه مرتبط ده بهذا الفيروس؟ تمام. هو بالنسبه طبعا التهاب فيروس كورونا ده من الحاجات الجديده بالنسبه لنا، طبعا زي ما قلنا ان هو كل شويه بيفاجئنا باعراض مختلفه. يعني اكتر اسباب اقدر اقول عليها ان هي بتؤدي لفقدان حاسه الشم مع مريض فيروس كورونا اللي هو الجهاز المناعي بتاعنا بيبدا يتفاعل معاه، في نفس الوقت بعض المسببات او المؤثرات الخارجيه اللي هي في الاعصاب اللي جوه الانف اللي هي مسؤوله عن توصيل حاسه الشم بيبدا الفيروس يتفاعل معاها،
فبيعمل زي بلوكج كده يقفل العصب فما يخليش يعمل حاسة الشم. طيب بشكل عام بقى ليه في بعض الناس بتتأثر عندهم حاسة الشم والتذوق؟ يعني ممكن يقولك ايه، انا بطبخ طبخة ومش شامم اذا كان في شياط ولا لا، يعني ممكن الناس كلها حواليا تبقى شامة وانا مش شامم. هو طبعا مع التهاب فيروس كورونا يعني لاحظت انك لا، ده غير فيروس كورونا بشكل عام. بشكل عام انا اقدر اقول ان انا اسباب فقدان حاسه الشم كتيره جدا، بتبدا من ان مشاكل في الانف نفسها، زي مثلا لو انا عندي نسبه اعوجاج شديد في الحاجز الانفي، لو عندي تضخم في غضاريف الانف، لو عندي لحميات في الانف، كل دي حاجات بتساعد ان الحاجات المفروض ان هي توصل للاغشيه المخاطيه اللي هو في المنطقه العلويه للانف المسؤول عن فوق حاسه الشم ما تقدرش توصل، فبيؤدي بالتالي لاني ما فيش حاسه شم. احيانا يبقى بعض المشاكل في العصب نفسه، زي احيانا بعض الاورام النادره اللي ممكن تحصل في الاعصاب، احيانا بعض العمليات الجراحيه اللي في منطقه الجيوب الانفيه لو العصب اتاثر، احيانا مع بعض المرضى الحوادث مع التاثير اللي هو قاع الجمجمه في منطقه الجيوب الانفيه وفي منطقه العصب، احيانا مع بعض المرضى اللي هو بيبقى فيهم اورام في المخ، أورام بالذات أكتر في المنطقة اللي هي العلوية في المخ اللي هو الكورتكس اللي هو مسؤول عن حاسة الشم، مع بعض الأمراض زي الزهايمر أو مرض اللي هو التصلب المتعدد، كل دي أمراض مناعية وأمراض بتأثر على الخلايا في المخ، فكل ده بيؤدي لفقدان حاسة الشم. احنا كده قلقنا يا دكتور ناس كتير قوي، لأنه ناس كتير خاصة مع التقدم في العمر أو من الناس اللي كبيرة في العمر دلوقتي بتتابعنا هتقول أنا فقدت الحاسة دي لما كبرت، لما بقيت فوق ال 65 والسبعين بدأت ما شمش بشكل جيد، فهل أنا ممكن أكون بعاني من المشاكل الجامدة اللي حضرتك أشرت ليها دلوقتي؟ لا، هو طبعا يعني ولا كمان مع التقدم في العمر يعني الحاسة دي بتضعف؟ هو طبيعي، يعني ده بنسموه ديجنراتيف ديزيز، زي ما الشخص بيبدأ يكبر تقدم السن بالذات فوق الستين والسبعين الخلايا الحسية والعصبية بتبدأ تتأثر، زي ما بلاحظ بعض الناس النظر بتاعه يبدأ يتأثر يحتاج يلبس نظارة، بعض الناس يبقى فيه مشاكل في السمع العصب بيبدأ يتأثر، ودي حاجة مشهورة ومعروفة معانا. فنفس الوضع بعض الناس في تأثير حاسة الشم أو ضعف حاسة الشم مع تقدم السن طبعا تبقى موجودة. يعني أحب أطمن السادة المشاهدين لو أنا ما عنديش أي أعراض تانية مصاحبة إلا بس ضعف حاسة الشم بسيط مع تقدم السن، ما فيش أي أعراض تانية تحذيرية زي صداع شديد، زي قيء مستمر أو ترجيع مستمر أو انسدار عنيف في الأنف، فكل ده غالبا يبقى حاجة مطمئنة، حاجة مرتبطة يعني بعامل التقدم في العمر. طيب دكتور احنا تقريبا خلاص وقتنا بينتهي وبنختم الحلقة، فايه اللي احنا ما قلناهوش في الحلقة دي وحضرتك كنت تتمنى ان احنا نضيفه لكل مرضى حساسية الانف ومرضى الجيوب الانفية عشان يعني يقدروا قدر الامكان يعيشوا بشكل افضل؟ يعني دايما بقول الوقاية خير من العلاج، كل ما بقدر اوصل لاساس المشكلة بتاعتي، كل ما بشخص مظبوط، كل ما بنتظم على العلاج، كل ما ده بيحسن اللايف ستايل بتاعتي، كل ما ده المريض بيبقى اداؤه في العمل يبقى افضل، كل ما انا اقدر اشخص الامور بشكل سليم فهو كل ده هيفيد المريض بشكل اساسي ويتجنب ان هو التعب المستمر والمزمن معاه.